حلو الكلام. طيب يبقى كده البريكو رادياليس خلصت، الرادياليس بريفيوس ورادياليس لونجاس خلصوا ماشي. الديجيتورم والأولناريس والديجيتي مينيمي خلصوا مش كده؟ طيب انا بس يعني ضميري بيأنبني، فاضل ملحوظة كده يعني سايبها من زمان، من ايام الفليكسور كاربيولارس. الملحوظة دي هتقابلك تاني وانت بتذاكر الاكستنسور كاربيولارس، بصراحة مش هستريح الا لما اقولها عشان انا قلبي بيضايقني من ساعتها. طبعا كلنا فرحنا قوي لما قلنا ان الاكستنسور كاربي والنارس والاكستنسور ديجيتي مينيمي والاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور كاربي رادياليس بريفيس، الاربع اضرار بيطلعوا من الكومن اكستنسور اوريجن صحيح. بس في حاجة تانية، في خيانة حصلت. الاكستنسور كاربي والنارس اللي كانت متحالفة مع المجموعة بتاعتها اخواتها اللي هم يعتبروا كلهم اكستنسورز، اكستنسور اكستنسور اكستنسور، وكانوا كلهم بيطلعوا من الهيد اللي هو الكومون هيد اوف ذا اكستنسورز مش كده يا شباب؟ حصلت خيانة، الاكستنسور كاربي اولنارس تتحالف مع اخواتها الالنا، الله مع اختها الالنا الفليكسور كاربي اولنارس اللي ماشية جنبها. يعني ايه قصدك ايه؟ لما تيجي تبص على الرسمة التاني تاني لعينك من الناحية دي للناحية دي هتشوف أثر الخيانة بتاعتهم. أول لما تشيل الفليكسور كاربي والنرس والإكستنسور كاربي والنرس، نيجي نبص الناحية التانية كده هنجد الفليكسور كاربي والنرس في هنا مكان الأوريجين بتاعها، وجنبه كده على طول الإكستنسور كاربي والنرس أوريجين. يعني أنت قصدك تقول إيه؟ صحيح الاكستنسور كاربي اولناريس كانت بتجيب اوريجين من فوق من عند اللاترال اي بي كوندايل، لكن وهي نازله الاكستنسور كاربي اولناريس كانت بتجيب الاوريجين من عند اللاترال اي بي كوندايل، لكن وهي نازله رايحه للانسرشن بتاعها بتقابل اختها الفليكسور كاربي اولناريس، ويبداوا هما الاثنين ياخدوا اوريجين من حته قريبه من بعضهم. يعني بص تلاقي الايه فليكسور كاربي اولناريس الاوريجين بتاعها، وكمان الاكستنسور كاربي اولناريس الاوريجين بتاعها بيبقى ايه، بيبقى جنبها. عشان كده هتلاقي ملحوظة خطيرة جدا مذكورة مع الاكستنسور كاربي اولناريس، ان الاكستنسور كاربي اولناريس مش بس بتاخد الاوريجين بتاعها من الكومون اكستنسور اوريجين او بتاخد الاوريجين بتاعها مع بقية الاكستنسورز التانيين، انما كمان وهي نازلة عند الالنا بتحن لاصلها. ما هي اسمها اكستنسور كاربي اولناريس خلاص كده، فهي اولناريس فهي بتحن لاصلها فبتاخد اوريجين من الالنا. طيب ولما بتيجي تاخد الاوريجين من الالنا او بتاخد الاوريجين تحديدا من البوستيرو بوردر اوف الالنا بتخونهم، لان هي بتاخد اوريجين كمان مع مين؟ مع عضله من الفليكسورز، عضله من العضلات اللي موجودين في الانتيرو كومبارتمنت الفليكسور كاربي اولنارس. مش بس خد الكبيره كمان، في عضله كانت بتبقى نايمه على العظم كنا بنسميها فليكسور ديجيتورم بروفاندس، حتى كانت بتبقى عميقه بتبقى نايمه على العظم، حته منها برضو بتبقى ملمسه معاهم. يعني قصدك تقول انه في ثلاث عضلات بيبقى الاوريجين بتاعهم جايين من عند الالنا من ورا. ايوه اهم الخيانه هي واضحه، الفليكسور ديجيتورم بروفاندس والفليكسور كاربي اولنارس. وخلي بالك ان الفليكسور كاربي اولنارس دي شامم ريحتها من زمان، ايام لما كنت بقول لك الفليكسور كاربي اولنارس دي قد صحيح هي من الفليكسورز بس تشوفها حلوه قوي من ورا، واخد بالك في خيانتها باينه من زمان، خيانه الفليكسورز كمان. فالفليكسور ديجيتورم بروفاندس ماشي والفليكسور كاربي اولنارس والاكستنسور كاربي اولنارس الثلاثه مع بعض هتجد في الشرح بتاعهم بتاع الاوريجين ان في خيانه. خلاص كده هتيجي يقول لك الديجيتورم بروفاندس هتبقى مع الاولنارس ومع الفليكسور كاربي اولنارس ومع الاكستنسور كاربي اولنارس، وتيجي في الفليكسور كاربي اولنارس تلاقي بتقول ان الاوريجين بتاعها بيبقى مع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس ومع الاكستنسور كاربي اولنارس، ولما تيجي تذاكر الاكستنسور كاربي اولنارس هتلاقي يقول لك دايما ان الاوريجين بتاعها مع الفليكسور كاربي اولنارس ومع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، تلاقي الحته ديت موجوده قوي. خلاص كده يا شباب. وطبعا طبعا بقى بتكمل بقى الخيانه بتاعتها الايه، العضله بتاعتنا اللي هي طبعا موضوعنا الاساسي الاكستنسور كاربي اولنارس، بتبدا ان هي تنزل طبعا وتمسك وتعمل الانسرشن بتاعها فين؟ في الفيفث، في البيز اوف ذا فيفث ميتاكاربال بون. طيب مين اللي بتنزل في السكند وفي الثيرد؟ الايه اللونجس في الثاني، او الواحده تنزل الاول والايه والبريفيوس في الايه في الثالث. طيب مين اللي بتنزل سليبس هنا اللي هي الديجيتورم؟ الاكستنسور ديجيتورم بتنزل سليبس هنا في الايه الميديان سليبس هنا، وبتنزل كولاترالز هنا في الايه الديستال فالانجيز. طيب مين تخش مع الايه الديجيتورم هنا؟ الاكستنسور ديجيتي مينيمي اللي هي بتروح للاصبع الصغير، تمام كده برضو تخش معاها في الايه في الاكستنسور اكسبانشن في اللي هو رايح للليتل فينجر تحديدا او رايح للاصبع الصغير تحديدا. كمل كمل.